الختام من الوطن وملف خاص طبعا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55 النهارده آخر أيامه. مصر تصنع المعرفة وتصون الكلمة، 4 مليون زائر، الإقبال بيعكس الشغف بالقراءة. وزيرة الثقافة، النسخة الحالية شهدت مشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة بزيادة 153 ناشر عن الدورة الماضية، عدد العارضين 5250، إصدارات وخصومات وأنشطة ورحلات خاصة من المحافظات الحدودية، أجنحة المعرض حققت مبيعات جيدة، لكن الحصر النهائي بعد الختام. بالتأكيد دورة ناجحة بكل المقاييس. نسخة استثنائية بكل ما تحمله كلمة من معنى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، ويعني السنة اللي فاتت كان تقريبا إجمالي عدد الزوار على أيام المعرض كان 3 مليون. احنا بنتكلم النهاردة في آخر الأيام هيبقى يعني إن شاء الله ما يقرب من 5 مليون زائر مع انتهاء المعرض النهاردة. فاحنا بنتكلم على إقبال تاريخي غير مسبوق في تاريخ المعرض، وده راجع الحقيقة لعدد من النقاط والأمور المهمة، منها شفنا ندوات وشفنا فعاليات مختلفة خلال الأيام بتاعة المعرض فيما يتعلق بالأسرة المصرية، فيما يتعلق بشؤون المثقفين، فيما يتعلق بالمفكرين بمختلف الأفكار والتوجهات، فيما يتعلق بالأطفال كمان شفنا فعاليات وحاجات مطروحة هناك خاصة للأطفال. فإذا أنا تناولت كل ما يهم كل فئات المجتمع المصري في معرض الكتاب، وبالتالي كان الإقبال كبير بجانب طبعا المشاركة الواسعة من دور النشر المختلفة من أكتر من دولة. فكل ده بيأكد كمان إن يعني الشغف القراءة عند المصريين بيؤكد على مدى وعيهم ومدى حرصهم على احنا كمان القراءة. النهاردة معنا فقرة خاصة هنتكلم فيها عن الأسباب والعوامل وراء نجاح معرض الكتاب في هذه الدورة الاستثنائية.